السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر احمد، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ولايف كومنتري جديده للعبه ليج اوف ليجندز. طب يا جدعان، بمناسبه ان البطوله اللي انا منظمها اعتقد معظم الناس دلوقتي عرفتها، ولو في ناس كتير ما عرفتهاش فحابب اقول لكم يا جدعان ان احنا منظمين بطوله ذا ليج 1 بطوله البرايس بول $500. البطوله يا جدعان هتبقى اونلاين يوم 31/8، هيتلعب كل الاستيجز بتاعتها، ويوم 1/9 هيكون الفاينل، وهيبقى ان شاء الله في لايف ستريم على تويتش او اليوتيوب، مش عارف لسه بصراحه، ولينك اللايف ستريم تحت في الديسكريبشن. كل حاجه محتاج تعرفها هتبقى تحت في الديسكريبشن ان شاء الله. ناس كتير يا جدعان جت سالتني يا مستر احمد، طب ايه الفرق ما بين السولو كيو وان انت بتشجعنا ان احنا نعمل تيم او نلعب في تيم؟ طيب انا من وجهه نظري يا جدعان النهارده، مش بشكل علمي او كده لا خالص، انا اقول لكم تجربتي مع السولو كيو، واقول لكم تجربتي مع التيم اللي انا لعبت معاه، عشان تبقوا عارفين يا جدعان فرق شاسع ما بين ان انت تخش جيم في ليج اوف ليجندز سولو كده انت لوحدك، او حتى مع واحد صاحبك وداخل مع ناس ما تعرفش عنهم حاجه، وان انت تبقى داخل مع فريقك الكامل اللي انت متمرن معاه وعارف كل واحد هيلعب ازاي. دي جيم ودي جيم تانية خالص. يعني انا في فتره من الفترات يا جدعان، كنت الفتره دي قريبه على فكره، كنت بدات فعلا ان انا اكره الجيم خالص، والتيم بلاي او صحابي اللي لعبت معاهم فتره كبيره هم اللي خلوني احب الجيم تاني واشوف الجيم من منظور او من زاويه ما كنتش ابدا عارف اشوفها من الزاويه دي. النهارده يا جدعان هنتكلم عن الموضوع ده، واقول لكم رايي في الاثنين ان شاء الله، اني احسن وايه عيوب ومميزات السولو كيو، ايه عيوب ومميزات التيم بلاي. بس قبل ما نبتدي يا جدعان، حابب افكركم ان احنا عاملين $200 ار بي جيف اوي لاربعه فائزين، كل فائز ياخد $50 ار بي جيف اوي، وما تنساش تشترك في التورنمنت. لو ما عندكش فريق تخش في التورنمنت دي، خش الديسكورد سيرفر واكتب في الفري فور اول الرول بتاعك، وان شاء الله هتلاقي فريق. في ناس كتير جدا بتعمل فرق. الريجستريشن يا جدعان هيتقفل قبل يوم 31 بيومين، فالحقوا بعضكم كده واعملوا فريق على طول وخشوا عشان ما تضيعوش الفرصه عليكم. قبل نبتدي يا جدعان يا ريت نوصل الفيديو ده 1500 لايك، شكرا جدا جدا على دعمكم. يلا بينا نبتدي الفيديو. طب يا جدعان، السولو كيو ارض المعاناه في كل الالوس فعلا. يعني انا بعاني لما بخش سولو كيو، ونادرا بصراحه، او مش نادرا، خلينا نقول لايك 30% اوف ذا تايم بخش مع ناس كويسه بتكسبني الجيم، وباقي الوقت للاسف الشديد بضطر انا اعمل سوبر كاري عشان اكسب الجيم. ودي حاجه طبيعيه، لان ليج اوف ليجندز زي ما قلت لكم بتحدد مستواكوا بان انت تقدر تعمل كاري للفريق بتاعك، فكده انت لما تعمل كاري لفريق وحش ده دليل ان انت مستواك اعلى منهم بكتير. ولكن في ناس يا جدعان بتبقى داخله عايزه تستمتع، عايزه تخش مع فريق فاهمين بعض كويس، وعارفين كل واحد يعمل الرول بتاعه على اكمل وجه، فيستمتع باللعبه، يبقى لا الماتش سهل قوي ولا الماتش صعب قوي زي ما بيحصل في السولو كيو. كل واحد يبقى بيعمل الرول بتاعه حلو جدا ونطلع ماتش رائع، والماتش الرائع ده اللي يكسب فيه يكون كسب بتيم فايت خارقه مثلا، او انت ايه عارف لما يحصل حاجه ويبقى ماتش حلو كده من الماتشات اللي بتكيفك دي، وحتى لو خسرت في الماتش بس بتقول اه الفريق بتاعي لعب حلو جدا والفريق الخصم لعب حلو جدا وهم عملوا تيم فايت جميله فيستحقوا يكسبوا، وتقوم كده تسقف للانمي تيم. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده يعني نادرا ما بيحصل في السولو كيو، وخليني اقول لكم يا جدعان ان ده سبب من اسباب اللي بتخلي لعبه ليج اوف ليجندز ممتعه، الجيمات الصعبه اللي بيبقى فيها تيم بلايز وتيم فايتس حلوه، مش كل واحد في وادي زي ما بيحصل في السولو كيو. فانت لو ما جربتش تلعب مع فريق، انا عايز اقول لك او عايز اكد لك ان انت فايتك كتير جدا في لعبه ليج اوف ليجندز، ويمكن تكون انت ما لعبتش اللعبه خالص اساسا لو انت ما لعبتش مع فريق. خليني اقول لك الاحساس الرهيب اللي حسيته مما كنت بلعب سولو كيو لوحدي او حتى كان معايا دو، وان انا بقيت العب مع فريق كامل كلنا فاهمين بعض، متمرنين مع بعض بقالنا كتير، حافظين بعض بالظبط كل واحد هيعمل ايه وكل واحد هيتحرك ازاي، الخطط اللي متفقين مع بعض عليها والكومبوزيشنز المعينه اللي متفقين مع بعض عليها، مين هيفتح الفايت، مين هيفولو، مين هيبقى فرونت لاينر، مين اللي هيعمل فلانك، الكلام ده كله. الجيم اختلفت يا جدعان بنسبه رهيبه، بنسبه 300% يا جدعان. متعه اللعبه نفسها لما تعمل تيم فايت كده وسمع الجمهور بره بيشجعك ان انت عملت تيم فايت حلو، الموضوع مختلف تماما يا جدعان. حتى في اوفر ووتش انا فاكر
لما كنا عاملين برضو فريق ايجيبشنز، هو بدأ في اوفروتش على فكرة، وحصل كده موقف احنا كنا بنلعب في البطولة بتاعت سكريم سنتر، بطولة كبيرة وصاحب البطولة يوتيوبر كبير برضو، وعملنا حاجة كده احنا كنا متفقين عليها، الكومبو بتاع زاريا هانزو وفيرا، كنا متفقين على كومبو كده معين، والراجل المعلق قاعد يقول له الناس دي مجانين، هم بيعملوا ايه، هم بيوستوا الالتيميتس، وعملنا يا جدعان الحاجة اللي كنا متمرنين عليها على اكمل وجه فعلا، وتقدروا تبقوا تشوفوا الفيديو بس بقولكم في الكاردز يا رب افتكر بس. والراجل كان مش مصدق، الراجل فعلا كان بدأ يصرخ ويقول الناس دي بتعمل ايه، الناس دي مش ممكن، عملت حاجة غير متوقعة، ويعني الناس فعلا اللي بتتفرج كانوا عمالين يسباموا اسم الفريق بتاعنا، وكان يا جدعان احساس بصراحة يعني حاجة ما تتوصفش. لو عملتها وانا بلعب سولو كيو ولا هتفرق معايا، انما الفكرة كلها ان انت عارف ان انت بتلعب مع فريقك انت فاهمه، وكل اعضاء الفريق فاهمينك وفاهمين انت بتلعب ازاي، وبتلعب برضو قدام فريق بيلعب مع بعض على طول وشايلين نفس الاسم، وانت عملت الكومبو الخرافي ده قدامهم، الموضوع بيفرق تماما تماما يا جدعان. انصح الناس اللي عمرها ما جربت تلعب مع فريق تاخد البطولة اللي احنا عاملينها دي اللي هي ذا ليج 1 كنوع من انواع التجربة. انا مش هقول لك يعني ان الموضوع يعني انت هتخش لازم تلعب يعني تبقى خارق يعني، لا ولا اي حاجة، ممكن تعمل فريق وبالصدفة تلاقي الناس دي انت متفاهم معاهم كويس جدا، وبالصدفة برضو تكسب التورنمنت عادي، ممكن تكون انت بتلعب حلو في اللين بتاعتك وتلاقي ناس كمان بتلعب حلو في اللين بتاعتهم وتخش تنافس. وعايز اقول لك كمان ان انت حتى لو ما كسبتش بس عملت بلاي حلوه تقدر تصور البلاي دي وتبعتها لي على الايميل بتاع زليج، وان شاء الله هنعمل فيديو للتوب هايلايتس اللي هتتبعت لنا، والفيديو بتاعك هيكون موجود فيه ان شاء الله، وهتاخد شاوت اوت ليك وللفريق بتاعك كله ان شاء الله. فالبطوله يا جدعان يعتبر يعني فرصه رائعه بالنسبه لكل الناس اللي هتشارك فيها ان هم يجربوا التيم بلاي ويجربوا يخشوا في فريق لاول مره. طبعا يا جدعان في ناس بدات موضوع ان هم يعملوا تيم او يلعبوا في الفريق ده بالحب كده، الموضوع بدا صدفه وبعدين قلب معاهم الموضوع بان هم خدوه شغل فعلا يا جدعان، كسبوا بطوله في بطوله ثانيه في بطوله ثالثه، بداوا يكسبوا وما بقاش حد عارف يقف قدامهم، بداوا يكسبوا مئات الالاف من التورنمنتس دي، ساعتها فعلا خلوا الموضوع ده شغلهم. فقال لي لا انا عايز كل اللي بيتفرج على الفيديو ده وعمره ما لعب مع فريق وهو حتى لو مستواه مش حلو في ليج اوف ليجندز، انا انصحك تعمل فريق وتخش التورنمنت دي، هتستمتع لان بامر الله البطوله دي انا متاكد ان شاء الله انها هتكون بطوله رائعه. خلينا يا جدعان نرجع تاني ونختصر الموضوع كده، ايه العيوب والمميزات للسولو كيو؟ مميزات السولو كيو ان انت هتبقاش شغل دماغك بحاجه، يعني بتكون داخل هتعمل اللي عليك وخلاص، كسبت كسبت خسرت خسرت مش فارقه معاك، وبتحاول تكاري وخلاص، يعني مش شايل عبء او مش شايل هم. ولكن الديس ادفانتج بتاع السولو كيو ان انت هتخش مع ناس هتشلك وهتخليك تلت وهيقرفوك في عيشتك، وانت حتى مش تبقى عارف تتفاهم معاهم، يعني مش هيبقى في كوميونيكيشن خالص. انما بالنسبه للتيم، لو انت عندك تيم وبتتمرن معاه، ايه المميزات؟ المميزات طبعا انت هتخش مع ناس انت متمرن معاهم بقالك كتير جدا، هتعمل كومبوز انت متفق معاهم عليها، وهتستمتع فعلا بالتيم بلاي، وكفايه يا جدعان لما تعملوا تيم فايت حلوه وتلاقي الناس اللي بتتفرج سواء كان اونلاين بيتفرجوا على الستريم او بيكتبوا لك في الشات، او حتى لو التورنمنت فيزيكال والناس بره انت سامع صوتها بيشجعوك كده والمكان يتهز باسم الفريق بتاعك، دي لحظه يا جدعان بجد ما تتعوضش وتستاهل التعب فعلا. ولكن الديس ادفانتج طبعا بتاع الفريق ان انت لو عايز الفريق ده يكبر مش داخل تجرب بس، هتضطر تلتزم بمواعيد معينه للتمرين، هتضطر ان انت تختار كابتن وتسمع كلامه في كل حاجه، وفعلا تشتغل على نفسك وتشتغل على النقط اللي الفريق يطلبها منك او يقول لك انت ضعيف في البوينت دي، علشان في الاخر توصلوا لنتيجه او الفريق بتاعكم فعلا يخش اي تورنمنت، مش هقول لك يكسب بس يسمع في التورنمنت. يعني احنا في التورنمنت الوحيده اللي دخلناها في فريق ايجيبشنز في ليج اوف ليجندز كانت تورنمنت سلايس اند دايس، ما كسبناش ولكن كنا مسمعين، يعني لعبنا كويس جدا في اول ماتش، كسبنا في الدقيقه 19 كان يعني ماتش ولا احلى، وفعلا لعبنا حلو جدا. والماتش اللي بعده لعبنا فريق نمبر 1، طبعا دول فريق تشالنجرز وبقالهم سنين يعني بيلعبوا كلهم،
كويس جدا او احنا مبسوطين جدا احنا عملنا ماتش حلو والناس كانت بتشجعنا لاخر لحظه، وكان في ناس يا جدعان ماسترز وتشالنجرز كانوا عمالين يدونا تيبس وفعلا مهتمين لان شايفين ان احنا نقدر نعمل حاجه. فادي بصراحه كان احساس يا جدعان انا بالنسبه لي باليوم كله او بالتورنمنت كلها وكان ورثت جدا يعني. فانا نصيحتي ليك يا باشا لو انت عمرك ما دخلت الفريق ومش فارقه معاك، انت بتسمع الفيديو ده ومش فارقه معاك يا عم فريق ايه ووجع دماغ ايه، انصحك جرب في التورنمنت دي ان انت تعمل فريق وتخش. او حتى لو انت مش عايز خالص يا ريت لو تقدر تساعدني، لان دي اي اول تورنمنت ليا وانا نفسي انها تنجح، لان لو نجحت ان شاء الله هنكمل بشكل دوري. اعمل شير للفيديو ده او اعمل شير حتى للينك التورنمنت مع اصحابك اللي عاملين فرق او عندهم استعداد ان يعملوا فرق وحاسس ان هم عايزين يعملوا تيمز وينافسوا وكده، هتساعدني جدا جدا وهتدعمني جدا جدا لو عملت الموضوع ده. حاجات بسيطه كده يا جدعان، التورنمنت من الاسئله اللي جات لي يعني، التورنمنت ان شاء الله اي حد يقدر يشارك فيها، اي دوله واي جنسيه يقدر يشارك في التورنمنت. التورنمنت اونلاين يوم 31/8 وهتخلص يوم 1/9. مواعيد الشيك ان هتبقى الساعه 5:30 العصر بتوقيت مصر ان شاء الله، وقدام الفرقه كلها 10 دقائق انها تبقى جاهزه، والفريق اللي هيتاخر بدون عذر او بدون اي حاجه هيعتبر الفريق خسران والفريق اللي ضده هيتاهل على حسابه. فاتمنى يا جدعان ان انتم تتابعوا التورنمنت وتتابعوا اللايف ستريم، وهكون انا ان شاء الله الكومنتيتر للفاينل وهكون الاورجنايزر. يا ريت يا جدعان تساعدونا وتدعمونا ان التورنمنت دي توصل وان شاء الله تبقى حاجه عالميه. واوعدكم يا جدعان كل الناس اللي شاركت في التورنمنت مش هتندم خالص انها شاركت في التورنمنت دي، وكفايه ان شاء الله انها لو بقت تورنمنت عالميه انت هيبقى اسمك ان انت شاركت في ذا ليج 1، اول تورنمنت تتعمل في التورنمنت العالميه دي انت شاركت فيها. بس كده يا جدعان، ده كان وجهه نظري وحبيت كده فضفض معاكم واقول لكم وعرف الناس اللي مش فارقه معاها حوار التورنمنتس ومش فارقه معاها حوار التيمز قد ايه الموضوع متعب في الاول ان انت بتعمل فريق وتتمرن وكده، ولكن ورثت جدا فوق ما تتخيل وممتع جدا فوق ما تتخيل، وممكن الموضوع يتقلب من مجرد ان انت بس بادئ فور فن الى شغل وان انت فعلا تستمتع بالشغل ده. شكرا جدا جدا يا جدعان لكل الناس اللي اتفرجت على الفيديو للاخر، فعلا يا جدعان يعني دعمكم ده هو اللي مخليني اكمل وانتوا واقفين في ظهري. كل سنه وانتم طيبين يا جدعان بمناسبه العيد. بس كده يا جدعان، يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تخشوا على الديسكورد سيرفر تعملوا لايك على الفيسبوك بيج، وتخشوا التورنمنت تعملوا فريق، وتخشوا في الجيف اواي على $200 ار بي جيف اواي، لينك الجيف اواي تحت في الديسكريبشن، وتوصلوا الفيديو ده 1500 لايك. شكرا جدا جدا لدعمكم، شكرا لمتابعتكم، كان معكم مستر احمد ولا فيديو جديد ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. It's just me, myself, and I.